أسرع جو هون في الصباح الباكر إلى مدريش يومي القريب من منزله، علما بأنه ظل دائما يعمل بالمشاهرة خارج القرية ولم يرجع منذ عامين كاملين. على غير المتوقع كان أول ما قام به بعد رجوعه لقريته هو المجيء إلى هذا المتجر. ما يندهش له المرء أكثر هو أنه لم يأتي إلى المتجر للتبضع، بل أعطى صاحبه بضع مئات من اليوانات ثم غادر. بعد ذلك صعد ليتسا جيانغ بسرعة إلى الطابق الثاني وأخذ يقلب يمينا ويسارا في ركن الخزانة، وأخرج مفكرة قديمة بعض الشيء ثم شطب على أحد سطورها. قبل عامين وقبل أن يغادر جو هونغ القرية، سبق له إن اشترى صندوقا من زيت الشليم من متجر ليتسا جيانغ، لكنه لم يدفع الثمن، واتفق أمس مع ليتسا جيانغ على الذهاب إليه اليوم خصيصا كي يسدد الدين. في متجر ليتسا جيانغ يوجد الكثير مثل جو. جدير بالذكر أن ليتسا جيانغ قد دون كل هذه الحسابات فيما يزيد عن 10 دفاتر للحساب. فتح ليتسا جيانغ وزوجته متجرا في جوشوي منذ أكثر من 20 عاما، ويوجد من يتعامل بالدين كل يوم تقريبا. تجدر الإشارة إلى أن الكثير من هؤلاء لا يسددون الدين إلا بعد بضعة أشهر أو حتى بعد بضع سنوات. لم يساور ليتسا جيانغ أي قلق من عدم تسديد تشانغ هاي بو الدين حتى وإن طالت مدته لعشر سنوات، ولم يحثه أبدا على التعجيل بالسداد، كما يثق أبناء القرية كثيرا في ليتسا جيانغ. لا يدون الدفتر الصغير للمعاملات بالدين الحسابات مع أهل القرية فقط، لكنه يدون اهتمام أهالي تشوي بالمصداقية وخلق الوفاء بالعهود. فقبل أكثر من 1000 عام عندما افتتح أول تاجر متجرا في تشوي، اعتبر المصداقية أساس الاستقرار والعيش هنا. ويسكن أكثر من 4900 نسمة بالقرية، يعتمد أكثرهم في حياته على مزاولة التجارة. ورغم تكرار الأنشطة التجارية إلا أنه نادرا ما تقع خلافات بين التجار والزبائن. جدير بالذكر أن تشوي قد شهدت أحداثا كبيرة على مدار 1000 عام، ويرجع السر وراء ذلك إلى الأمانة والالتزام بالمصداقية في التصرفات والمعاملات مع الآخرين. قام الأجداد في قرية تشوي سون باختزال هذا التعليم في العدالة والضمير ونقشه على النصب الحجري. <音>这个老祖宗留下的这个朱许，这个白也是清朝时候立的，但是以前是立的寺庙的，不是立的这片的。老祖宗为了说提醒大家不要讲跟你两个村里的这个老祖宗建立的，你看这个，两组铜像，这个人到了一杆秤，他是在秤，那个是在古镇白或者说他的教育。
那面对这个天然良心碑旁边放这样一个做交易的，因为我们村子大多数人都是做生意，为了教育后人，讲究诚信，做生意同收无欺，就是人在做，天在看，要清白做人，诚信做事，不要去自己的良心财。 تم بناء تشوي بجانب الماء، لذلك أصبحت خلال أسرتي تانغ وسونغ محطة لخيالة البريد وميناء تجاري مهما في جنوب غرب مقاطعة غويجو. يلفت نصب العدالة والضمير الانتباه بصورة غير عادية، كما يعتبر شاهدا على ازدهار الأعمال التجارية في تشوي، ويذكر الباعة المتجولين أنه فقط بالأمانة في التجارة يتحقق الازدهار. لم يتوقف هالي تشوي عن إثراء مضمون العدالة والضمير والارتقاء به، فتشكلت تدريجيا أعراف متكاملة لممارسة التجارة والتصرفات والمعاملات. لقد قامت العديد من العائلات العريقة بتدوين هذه الأعراف رسميا في شجرة العائلة. وبإعاز من تعاليم الأجداد، العمل الحر هو الأصل، اختار أغلب أبناء عائلة وانغ ممارسة التجارة. وبلغت العائلة أوج ازدهارها وقوتها عندما أصبح نصف عدد المتاجر التجارية في شارع وأطلق عليه وانغ بانغ تشي. لذلك فجوهر شجرة عائلة وانغ وأهم محتوياتها هو الأعراف المختلفة لمزاولة التجارة. قام أجداد عائلة وانغ بصياغة أصول وتعاليم العائلة، حيث كتبوا مبدأ المصداقية في 8 مقاطع شعرية تناقلتها الألسن حتى يومنا هذا. تتلخص أصول عائلة وانغ في الصدق في القول والوفاء بالوعود. لقد قامت العائلة بشرح مضمون المصداقية من جوانب مختلفة، كما وضعت لأحفادها معايير أخلاقية عند مزاولة التجارة. ولأنها تهتم بالمصداقية في التجارة اتسع نطاق أعمالها التجارية، وأصبحت أغلبية المصانع والورشات والمتاجر وأعمال الشحن بتشوي في العصر الحديث لها علاقة بعائلة وانغ. وفي عام 1936 كانت العائلة الوحيدة وقت ذاك في منطقة جنوب شرق جيانغشينغ التي امتلكت سيارتين للشحن، بل وامتلكت كذلك ميناء خاصا على ضفة نهر تشوي. لا زالت قرية تشوي تسون تحتفظ بثلاثة أفنية كبيرة لعائلة وانغ. صاحب الفناء الكبير اسمه وانغ شيفو، الذي أصبح خلال ثلاثينيات القرن الماضي أكثر الممثلين البارزين في عالم الصناعة والتجارة آنذاك في تشوي، وامتدت أعماله التجارية إلى خونان، خوبي، غويجو، أنهوي وغيرها من الأماكن. الجدير بالذكر أن وانغ شيفو كان يملك موارد مالية وافرة ويتمتع بسمعة عطرة، وسبق أن فتح بنك يان فانغ الخاص الذي يقوم بقبول الودائع ومنح القروض وإصدار عملات ورقية أيضا، ولتداول هذه العملات الورقية علاقة كبيرة بسمعة البنك الذي أصدرها. كان وانغ شيفو يشتهر بأخلاقه ووفائه بالعهود، لذلك تداولت العملات الورقية في تشوي وحتى في المناطق المجاورة،
وفي ثلاثينيات القرن الماضي سبق أن أصدر بنك يان فانغ عملة خاصة نجحت آنذاك في التخفيف من حدة الأزمة التجارية في تشو شوي. وقع تضخم نقدي سرطاني في عهد الجمهورية الصينية، فأصدرت الحكومة الكثير من العملات الورقية من الفئات الكبيرة، مما جعل التجار في تشو شوي يواجهون صعوبات. لذلك قرر أصحاب المتاجر بعد التشاور سيمة الفكة المكملة لتستعمل خصيصا لإيجاد فكة للعملات الورقية من الفئات الكبيرة، لكن كل قسيمة لابد أن يكون عليها ختم وانغ شيفو حتى يصبح لها قيمة. 因为我们知道，这个只有国家能发行货币，是吧？即便在古代宋代的四川出现交子，也是在行业里一个相对的区域里边，实际上是行业内部形成的一种共识或者是契约。但像他这样一个钱庄呢，自己开上私戳，然后就在他那个村或者在他那个镇或者那个县里边就能当做货币来流通，这是有巨大的信用，因为使用者要承受不守信而带来的巨大的损失。 يرجع سبب وراء نجاح وانغ شيفو في إصدار قسيمة الفكة المكملة إلى ثقة الأهالي فيه. ومع تغيرات الزمان على مدار 100 عام أصبح بنك يان فانغ الخاص من التاريخ. لكن ذرية العائلة تمسكوا دوما بأصول عائلتهم التي تتمثل في الصدق في المعاملات والأفعال. وانغ شاو شيان من أبناء الجيل الثامن لعائلة وانغ في تشو شوي، استمر هو وزوجته في بيع شعرية الماش على مدار 30 عاما. رغم أن الأسر كافة تقريبا في منطقة جنوب شرق تشونغ تشينغ تستطيع إعداد شعرية الماش، إلا أن شعرية الماش في تشو شوي ظلت دائما محل ترحيب الزوار في المناطق المجاورة. فلو أخذنا متجر وانغ شاو شيان مثالا، سنجد أن وانغ شاو شيان وزوجته يبيعان كل يوم 100 كيلو من شعرية الماش، كما أن أغلب الزبائن من غير المحليين. جدير بالذكر أن طريقة إعدادها ليست معقدة، وتكمن الوصفة السحرية لوانغ شاو شيان في أن نسبة الخلط بين الأرز اللزج المقشور والماش تختلف عن باقي المتاجر. وانغ شاو شيان في كل مرة ينتهي من وزن كيلوغرام من الماش يمسك بحفنة من الماش ويزنها، ثم يضيف 150 جراما إلى الكمية السابقة. هكذا يتضح أن 150 جراما الزائدة تستخدم لتعويض حبات الماش الفاسدة التي يتم فرزها. وقد قام وانغ شاو شيان بالإمعان في فرز حبات الماش التي طفت على سطح الماء ورماها مباشرة. وبعد الانتهاء من فرز الماش الجيد يضاف إلى الرز اللزج المقشور وفول الصويا، ثم يتم خلطها وطحنها بالراحة الحجرية حتى تصبح عصيرة. وبسبب ضمان الجودة والكمية تكون عجينة العصير سميكة ولزجة، وهكذا تنقطع العجينة. ورغم أنهم أضافوا 150 جراما من الماش، إلا أن السعر الذي يبيعون به ليس أعلى من الأسعار التي تبيع بها بقية المتاجر، وهو 8 يوانات لكل كيلو. 其实我觉得他们呀，从本质上不是生意人，都是些老实人，就是他给自己做的绿豆粉质量是很好的，所以他觉得他给别人做的也应该一样，他们不想让任何人亏着，因为那样做他们会觉得自己也亏着了。 对他们自己来讲，没想着要扩大多么的规模，没想着挣多大的钱。
但他在客观上，特别在这个世风交薄的时代，他吸引了大量的这个游客，或者是大量的这样的顾客，却愿意去买这样一份高质量，买这样一个诚信。لأن شعرية الماش التي يعدها وانغ ساو سيان يتوفر فيها ضمان الجودة والكمية يزداد عدد الزبائن أكثر فأكثر لذلك نصح الأقارب في البيت الزوجين بشراء متجر آخر كبير لكن وانغ ساو سيان وزوجته ظلا يرفضان دوما على مدار 30 عاما مغادرة هذه الورشة العائلية الصغيرة لأن هذه الدار تركها لهما أجدادهم وقد فتح وانغ ساو سيان ورشة شعرية الماش بجانب متجر عائلة وانغ للزيت جدير بالذكر أن هذا المتجر بمثابة أملاك الأجداد في عائلة وانغ ويحمل تاريخ مبدأ العائلة المتمثل في بداية الأعمال بالمصداقية في الواقع إن الصدق في المعاملات والأفعال هو مسعى مشترك لأهالي تشوشوي لقد حافظوا على المقر الذي كان يزاول فيه أجدادهم التجارة على أمل أن يخلد الأحفاد ذكرى أجدادهم ويتوارث التعليم الذي تركوه لهم وهو العدالة والضمير وتشمل هذه المباني متجر عائلة وانغ للزيت وبنك يانغ فانغ الخاص كما تضم كذلك دار عائلة غونغ الكبيرة التي مضى عليها 100 عام ولا يسكنها أحد منذ فترة طويلة لكن يوجد في وسطها لافتة يعتبرها أهالي تشوشوي كنزا صاحب هذه اللافتة هو جد غونغ سي غوانغ اسمه غونغ مينغ لي كان وفيا بالعهد في تعاملاته كان غونغ مينغ لي بائعا متجولا صغيرا في مطلع عمره يعتمد على بيع فطائر لتوفير قوت يومه وكان عليه عبور الجبال والأودية كي يبيع مزيدا من فطائر السكر وكان هذا مرهقا جدا وفي شتاء 1 السنوات كان البرد قارسا فذهب غونغ مينغ لي إلى القرية بجانب تشوشوي ليبيع فطائر السكر لكنه عندما هبط من الجبل وقعت له حادثة مؤسفة بعد ذلك اجتهد غونغ مينغ لي أكثر في كسب المال راجت تجارته أكثر فأكثر وبالفعل نفذ وعده ومهد طريقين فوق الجبل طريقان من الصخور اللوحية يمتدان من أقدام الجبل حتى قمته بسهولة كبيرة تنقل الأفراد بين تشوي والقرى المجاورة لها 因为没人监督他，他也没有给当地政府打报告，也没有立军令状，完全属于自发行为。但他后来就履行了承诺，所以过去了这100多年了，这个路本身就是承诺的一个呈现。 就是我们看到这个路，我们就想起了一个一诺千金的故事。可能对于很多非常有钱的人来讲，修过很多大桥，修过很多比这路要更辉煌的那种建筑。但是呢，对于一个做小本生意的人来讲，有这样一个坚定的承诺，并把它变成现实，这是很有震撼力的，这是道德的力量。所以第一个就是说，他的诚和他的信，体现在对于一种道德的履行，啊，对于一种道德的实现。 سبق أن حذر غونغ مينغ لي الأبناء والأحفاد قائلا إياكم وإنقاص الكيل إياكم أن تغشوا الزبائن
يجب أن تراعوا ضمائركم ولا يكن شغلكم الشاغل هو كسب المال. وبإيعاذ من نصائح الأجداد ورث جانغ سي جوانغ مهنة أبيه، وفتح مستوصفا للطب التقليدي الصيني في تشوي، ولم يسبق أن كتب أبدا وصفة باهظة الثمن للمرضى، لذلك حاز على ثقة أهالي القرى المجاورة، ويزوره الكثير من المرضى كل يوم. الاكثار من استخدام الاعشاب الطبية متوسطة السعر على قدر الامكان، هذا هو المبدأ الذي التزم به جونغ تشي جوانغ على مدى أكثر من 40 عاما قضاها في مزاولة الطب. هذا مبدأ جونغ تشي جوانغ وما وعد به مرضاه، واليوم يرافقه ابنه جونغ خا في الكشف على المرضى، ولم يتعلم من والده المهارات فقط، بل تعلم أخلاق الرحمة والصدق. لقد أصبح الصدق والوفاء بالعهود مبادئ كل القرية، ولم تعد قاصرة على أهالي القرية فيما بينهم، بل امتد الأمر إلى الالتزام الشديد بالعهد بينهم وبين الأشجار. بين الحين والآخر تأتي تشانغ شياو هونغ ومو تو شيان للدعاء والتوسل تحت هذه الشجرة التي تسمى بشجرة الحظ أو الشجرة المنقذة، فهي صاحبة فضل إنقاذهما. قبل أكثر من 33 عاما تفجر أكبر فيضان خلال 100 سنة الأخيرة. في عام 1982 كانت تشانغ شياو هونغ في 12 من عمرها، فرأت أمام عينيها مياه الفيضان وهي ترتفع أعلى فأعلى، وفجأة انجرفت هي وأخوها وسط مياه الفيضان. وفي هذه اللحظة الخطيرة علقت ملابس الأخت وأخيها بأحد فروع الشجرة، وبعد مرور يوم وليلة نجيا من الخطر. كما يوجد 7 آخرين حالفهم الحظ مثلهما، فأنقذهم فرع الشجرة من الخطر. ومن أجل رد الجميل لصاحبة الفضل في إنقاذهم، فقد قدم الأشخاص 9 تعهدا لهذه الشجرة. وخلال 33 عاما يأتي الأشخاص 9 بين الحين والآخر لرؤية هذه الشجرة. لا نعرف أول من قام بربط أشرطة الدعاء والتوسل، ومنذ ذلك الوقت ازداد عدد الأشرطة على فروع الشجرة. قامت تشانغ شياو هونغ ومو جو شيان بكتابة أسماء الأشخاص الذين أنقذتهم هذه الشجرة على أشرطة الدعاء والتوسل وعلقوها على الشجرة، فهذا اتفاق بينها وبين الشجرة مدى الحياة. لم تنقذ هذه الشجرة حياة الأشخاص فقط، بل جعلت أهالي تشوي يدركون أهمية الأشجار في الحفاظ على البيئة والمناخ. وبعد كارثة فيضان عام 1982 بدأوا في تشجير الجبال في المناطق المجاورة. أضف إلى ذلك لابد على كل شخص بحاجة إلى الأخشاب أن يوقع إقرار وفاء بالتعهد. لم يتضمن هذا الإقرار قيودا صارمة على قطع أنواع وأحجام الأشجار فحسب، بل يتطلب من حارس الغابات القيام بمسح على الطبيعة وتسجيل حالات القطع. الآن أصبحت الجبال في المناطق المجاورة
غابات خضراء نضرة. منذ عام 1982 إلى يومنا هذا لم تشهد تشوي أي كوارث فيضانات، ويتمسك أهالي تشوي بتعاليم الأجداد التي تتمثل في معاملة الناس بصدق والمصداقية في مزاولة التجارة والوفاء بالعهود كما ينقلونها للأجيال القادمة.